بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم غدا واستثناء السوبر ماركت والمخابز. وزيرة الصحة تعلن صرف أجهزة أكسجين لمصابي كورونا بالعزل المنزلي. اليوم يرصد إنجازات مشروعات حياة كريمة في الريف المصري. والحكومة تؤكد أن مجمع التحرير ليس للبيع وطرحه للتطوير يتوافق مع خطة إعادة استثمار موارد الدولة. مساء الخير، أهلا بحضركم في حلقة جديدة من برنامج اليوم وجولة جديدة في أهم وآخر الأخبار والأحداث في مصر والعالم. هنبدأ أخبارنا النهاردة من استعداد محافظات مصر لتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية، وهيكون ابتداء من بكرة السبت إن شاء الله 17 إبريل تنفيذا لقرار وزير التنمية المحلية، وده في إطار طبعا قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء. القرار نص على أن يستثنى من هذه المواعيد الصيفية محلات البقالة زي سوبر ماركت، المخابز والأفران، ومراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال زي محلات بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات. أما المحلات التجارية زي المولات مثلا التجارية هتبقى من 7 صباحا وحتى 11 مساء، ويوم الخميس والجمعة في أيام الأجازات والأعياد الرسمية للدولة هذه المحال التجارية هتغلق الساعة 12 منتصف الليل. تفاصيل أكتر هنعرفها من الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. برحب بحضرتك يا دكتور خالد. اهلا وسهلا استاذه دينا، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. اهلا بيك، وخليني اسال حضرتك يعني بسط لنا شويه القرارات المواعيد الصيفيه للمحلات بقى كلها على اختلافها هتكون ايه تحديدا؟ يعني ان شاء الله بدءا من باكر طبقا لقرار السيد وزير التنميه المحليه اللي هو محمود شعراوي الخاص بمواعيد الغلق والفتح للمحل عام سواء صيفا او شتاء. ان شاء الله مواعيد الصيفيه طبقا لقرارات اللجنه العليا فيروس كورونا المستجد برئاسه دوله رئيس مجلس الوزراء هتكون ان شاء الله باذن الله تعالى البدء من باكر فيما يتعلق بالمواعيد التطبيق الخاصه بها. جه في الماده الاولى منها ان شاء الله يعني هيكون فتح المحال التجاريه والمولات التجاريه باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات هيكون يوميا من 7 صباحا والغلق هيكون 11 مساء صيفا، على ان يتم زياده هذا التوقيت يومي الخميس والجمعه من كل اسبوع، كذلك الامر ايام الاجازات والاعياد الرسميه للدوله لتغلق الساعه 12 منتصف الليل صيفا ان شاء الله. طبعا بتكون مواعيد يعني فتح المطاعم والكافيهات بما فيها اللي موجود في المولات التجارية يوميا هتكون فتحة إن شاء الله من 5 صباحا وتغلق الساعة 1 صباحا صيفا، مع استمرار خدمة التيكاوي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ال 24 ساعة. أما فيما يتعلق يا فندم بمواعيد الفتح والغلق الورش ومحل الأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية هيكون يوميا من 8 صباحا وتغلق الساعة 7 مساء صيفا، عدا الورش اللي موجودة على الطرق ومحطات الوقود، كذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين دي بيصدر بيها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة. طبعا يستثنى زي ما حضرتك تفضلتي من المواعيد المشار إليها محلات البقالة، السوبر ماركت، المخابز، الأفران، محل المواعيد برضو الخاصة بمحلات الدواجن، أسواق الجملة، الصيدليات، بالإضافة إلى ذلك طبعا التأكيد على التأكيد فيما يتعلق بتطبيق كافة الاشتراطات الوقائية والاحترازية والتعليمات اللي نص عليها القرار الوزاري، خاصة الخاصة بنسب برضو التواجد المقررة واللي بتضمن السلامة العامة في المطاعم والكافيتريات وغيرها. صحيح. بما يحقق. طيب ايه هي الآلية دكتور خالد، ايه هي الآلية اللي هيتم بيها تطبيق هذا القرار ومتابعة المخالفات؟
طبعا الآليات اللي بتطبق من خلالها هذا القرار، طبعا القرار ده وزع على المحافظات وهي بدورها وزعتها على الأحياء والمراكز والمدن، وبالتالي الجميع يعلم تماما التعديل مواعيد الغلق. ده شق. الشق الثاني المهم جدا جهاز القطاع الخاص بالرقابة والتفتيش والمتابعة لدينا في الوزارة، بيقوم بالتأكد من تطبيق كل هذه القرارات، بالإضافة إلى كمان أجهزة المتابعة اللي موجودة في دواوين عموم المحافظات واللي بتتبع السيد المحافظ في كل محافظة بشكل مباشر، بتنزل تراجع وتراقب على ده، بالإضافة إلى لجان الرصد اللي وزارة التنمية المحلية بتقوم بها في المحافظات. ناهينا بقى كمان عن لجان المتابعة الخاصة بكل حي من الأحياء، كل ده بينزل بيراجع هذا الكلام ويتأكد من تطبيقه. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. خلونا نروح مع حضراتكم للشائعات. الحكومة النهاردة نفت ما تردد من أنباء بشأن اعتزام صندوق مصر السيادي بيع مجمع التحرير للمستثمرين أجانب. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع صندوق مصر السيادي واللي أكد أن مجمع التحرير مملوك بالكامل للصندوق، وأن طرح المجمع للتطوير ده بيأتي في إطار وبهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين لكنه ليس للبيع. طيب يعني هذا ما تم طرحه بيتمثل، أو دور الشريك بقى المستثمرين بيتمثل في تطوير المجمع علشان يكون مبنى متعدد الأغراض، سواء كان فندقي، تجاري، إداري، ثقافي. صندوق كمان أشار إلى أن عملية التطوير بتتم بناء على أسلوب وفكر متطور بيتناسب مع قيمة المبنى التاريخية، وفقا طبعا لخطة تعظيم الاستفادة من أصول الدولة والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وكمان تعظيم العائد منها. والحقيقة كمان دشن صندوق مصر السيادي أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين، وهيقوم يعني نموذج الشراكة على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في المجمع وكمان بالدراسات الفنية والرفع المساحي. أما الشريك أو المطور العقاري بالتمويل هيساهموا في مكونات التطوير الأخرى، هتكون عملية التأهيل قائمة على تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات. هنروح بقى للأخبار المتعلقة بوزارة الصحة وتحديدا كورونا. وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بإدراك صرف أجهزة الأكسجين للمواطنين مرضى كورونا بالعزل المنزلي، ودي الأول مرة يعني تتم. فهذا الخبر من الأخبار أعتقد الجيدة اللي يعني بتشعر المواطنين كلهم أنهم سواء كانوا في العزل المنزلي أو داخل المستشفيات فهم بيحصلوا على خدمة صحية من الدولة ومن وزارة الصحة جيدة. طيب طبعا ده يعني من يحصل على أجهزة الأكسجين للمواطنين مرضى كورونا بالعزل المنزلي هم التي تستدعي يعني حالتهم الصحية ده، وده ضمن منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للتيسير على المرضى ولحصولهم على أفضل مستوى من الخدمة الطبية. الوزيرة طلبت بتأمين احتياجات المستشفيات من الأكسجين بشكل دوري، وجهت مدير المديريات بسرعة توريد أي نواقص للمستلزمات الطبية والوقائية في المستشفيات. طيب هاتفيا بينضم إلينا الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة والمناعة في جامعة عين شمس. برحب بحضرتك يا دكتور وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة وأهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور، ومحتاجة أعرف من حضرتك بقى تقييمك للوضع الوبائي في مصر، إحنا فين دلوقتي في ظل الارتفاع الجديد لأعداد الإصابات بكورونا؟ من بداية رمضان الحقيقة وبدأت يحصل فيه زيادة في الأعداد، وده الحقيقة تم التحذير منه علشان ما يحصلش زيادة في الأعداد في شهر رمضان. ده حقيقي. طبعا كلنا بنعرف إنه في شهر رمضان بيبقى ده شهر التزاور والخروجات والأكل بره، وكمان الناس بتروح بتعمل تجمعات وموائد الرحمن، لكن جائحة كورونا الحقيقة بتفرض علينا طريقة تانية للتعامل مع هذه الفعاليات علشان ما يحصلش زياده في الاعداد. وعشان كده كانت وزاره الصحه الحقيقه منذ البدايه بتحذر من هذه الفعاليات اللي ممكن يكون فيها زياده في عدد المصابين. احنا علينا ان احنا نلتزم بكل الاجراءات الاحترازيه علشان ما يحصلش اي زياده في الاعداد في الفتره الجايه، وخاصه مع شهر رمضان والعيد، والناس لازم تتعود على انها تعمل
فعاليات بدون تجمعات وبدون تعريض نفسهم للإصابة. طيب حضرتك شايف ازاي هذا الارتفاع، ارتفاع اعداد كورونا مقارنه بالفتره نفسها من السنه اللي فاتت؟ كل ما بيزيد عدد المصابين، احنا دلوقتي تجاوزنا 200,000، فكل ما بيزيد عدد المصابين بتبقى فرص الاصابه اكتر. ما كان يحدث في شهر ابريل العام الماضي كان عدد المصابين او من تم اصابتهم عدد محدود، لكن احنا دلوقتي عندنا اعداد اكبر وبالتالي فرص الاصابه اعلى. علشان كده لازم يكون في التزام بكل اساليب الوقايه والاجراءات الاحترازيه عشان ما نحصلش اي زياده في الاعداد. طيب هل الاعراض تغيرت من الموجه الاولى للثانيه للثالثه؟ وهل ده يعني بطبيعه الحال يعني اتبعوا تغيير في بروتوكولات العلاج؟ فعلا تم رصد مجموعه جديده من الاعراض ليها علاقه بالاصابه بفيروس كورونا. فمثلا في البدايه احنا كنا بنتصور ان هو فيروس تنفسي في المقام الاول، وان الاعراض كلها بتنحصر في الجهاز التنفسي من كحه وضيق نفس وارتفاع في درجه الحراره. لكن بدا تم يعني نلاحظ انه في اعراض جديده مثل مثلا فقدان خفيف الشم والتذوق واصابه الجهاز الهضمي بالقيء والاسهال، وكمان في اعراض دلوقتي تم فعلا رصدها زي مثلا احتقان العينين وحكه الجلد والحساسيه، وبنشوف كمان ضعف السمع كعرض من الاعراض اللي ممكن يحصل نتيجه الاصابه بفيروس كورونا، الى جانب انه في بعض الناس كمان بدا يحصل تغيرات في شكل اللسان عندهم، وجود زي افرازات على اللسان وتقرحات نتيجه الاصابه بفيروس كورونا. تمام، راي حضرتك في اللقاحات المطروحه حوالين العالم كلها، وهل هذه اللقاحات يعني كافيه للقضاء على جائحه كورونا، ولا موضوع مكمل معانا واصبح مرض متوطن يعني في العالم كله؟ بالنسبه للقاحات، اللقاحات طبعا تم انتاجها في فتره صغيره، وتم عمل دراسات ما قبل سريريه وسريريه عليها كلها، واثبتت فعاليه وامان الى حد كبير في الدراسات اللي تمت فعلا. لكن ما بعد انتاجها بدا يتم ملاحظه بعض الاعراض الجديده، ومنها مثلا حدوث بعض التجلطات مع بعض اللقاحات. لكن نسبة هذه الأعراض أو الآثار الجانبية للقاحات كانت نسبة ضئيلة، ف يعني تم فعلا دراسة كل ما حدث نتيجة أخذ اللقاحات، هذه اللقاحات، وعمل دراسات علشان يتشاف يعني نسبة هذه الآثار الجانبية قد إيه. لكن منظمة الصحة العالمية بتتابع طبعا بشكل مستمر، وهنا في مصر احنا بنتابع كل الأعراض على أساس أنه يتم فعلا اختيار أفضل اللقاحات للمصريين. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة والمناعة بجامعة عين شمس. شكرا جزيلا ليك يا دكتور، وخلونا بقى نروح لمشروع الدلتا الجديدة، واللي بيعتبر واحد من المشروعات القومية العملاقة. طبعا أطلقها وأعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. مشروع الدلتا الجديدة ده مشروع قومي جديد لتنمية إزراعية المتكاملة لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، بيستهدف تحقيق أمن غذائي مواجهة متطلبات الزيادة المستمرة من السلع الغذائية، الحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية. مشروع الدلتا الجديدة الحقيقة بيضيف لمصر حوالي 15% مساحة زراعية جديدة، بيمتد من شمال الواحات لجنوب وادي النطرون وشرق وغرب منخفض الأطارة، بيضم 688,000 فدان جنوب محور الضبعة وغرب الدلتا القديم، وده بالإضافة لمشروع مستقبل مصر طبعا والمقام على مساحة 500,000 فدان. محتاجين نتعرف أكتر على جهود القيادة السياسية، أجهزة الدولة المختلفة اللي مشاركة يعني في هذا المشروع، وعشان يخرجوا هذا المشروع للنور كمشروع زراعي قومي جديد بيحلم بيه الحقيقة كل المصريين. احنا بينضم الينا هاتفيا دكتور نعيم صلحي، مستشار وزير الزراعه للاستصلاح الزراعي والتوسع الافقي. برحب بحضرتك يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب، ومحتاجين نتعرف من حضرتك على تفاصيل مشروع الدلتا الجديد، ماذا يضيف لمصر؟ كل عام طيب يا استاذه دينا، وشعب مصر دايما بخير، ومصر دايما بخير يا رب. يا رب، اللهم امين. طبعا مشروع الدلتا الجديده ده احد المشروعات القوميه العملاقه اللي بيطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمالا لمنظومه المشروعات القوميه الكبرى في التنميه الزراعيه.
اللي بدات منذ 2014، مشروع تنميه شمال سيناء على مساحه 456,000 فدان، مشروع توشكا على مساحه حوالي 500,000 فدان وبيزيد، مشروع دلتا الجديده اللي هو على مساحه طبعا 1 مليون فدان بيزيد بعد كده ل 1.5 مليون فدان. اذا احنا بنتكلم في مشروع الولد، لو ركزنا شويه على ليه المشروع الدلتا الجديده خد حجم اكبر من المساحه وتمويل اكثر، لان ده احد يعني منطقه المشروع لها ميزات كبيره جدا، خاصه ان دي قريبه من الموانئ ومن شبكه الطرق من المطارات، قريبه على محور رود الفرج الضبعه احد الشرايين للتنميه الهامه اللي تم عملها مؤخرا في المنطقه الغربيه عموما. ده فتح الطريق امام تنميه منطقه الساحل الشمال الغربي بالكامل. ده حقيقي. فكون ان هو في بدايه ان يتعمل مشروع قومي في هذه المنطقه دي لاول مره، احنا يعني وزاره الزراعه هو مشروع متكامل الحقيقه في هذه المنطقه تحديدا، لكن انا عايزه اتعرف من حضرتك على الجهات المشاركه في تنفيذ هذا المشروع. دي يعني اول جهات طبعا المشاركه في بدايه الامر كانت وزاره الزراعه والصحه الاراضي لبيان مدى صلاحيه الاراضي للزراعه في هذه المناطق، طبعا وزاره الموارد المائيه والري، طبعا وزاره الطرق، وزاره الكهرباء، وزاره الاسكان، وزاره الكهرباء زي ما قلت لحضرتك. تمام. يعني اعتقد الصناعه والتجاره كل ما يتعلق بالتنميه المتكامله في هذه المنطقه هيكون له دور كبير جدا، لان هو المشروع بس مش هيبقى زراعه فقط، لا ده هيبقى زراعه، فتبقى في مجمعات صناعيه قائمه على المنتجات الزراعيه اللي هتبقى في هذه المنطقه. فاحنا بنتكلم على مشروع متكامل، مش بس في انتاج حيواني، في مثلا مزارع دواجن، في صناعات قائمه على اللحوم، على البيض، محطات للفرج والتعبئه لمنتجات الخضار وخلافه. اذا بنتكلم في زراعه وصناعه وتجاره كمان لقربها من المواني. طيب الخطه الزمنيه للمشروع قد ايه يا فندم؟ وطبعا اول ما يعني تم وزاره الزراعه والصحه الاراضي عرضت دراسه الاراضي على مساحه 688,000 فدان اضافيه للمشروع، وبيان مدى صلاحيه الاراضي بدرجه عاليه جدا تصل لاكثر من 90% من الاراضي صالحه للزراعه وامكانيه التوسع في هذه المنطقه، كان معمول على ثلاث مراحل، نبدا ثلاث مراحل، كل مرحله حوالي سنتين او سنتين ونص، فبنتكلم في 7 سنين او اكثر. فسياده الرئيس وجه بضغط هذه المراحل في مرحله واحده طبعا، وان جميع الجهات المعنيه تبتدي تنفذ على التوازي، يعني مش كل مرحله تبقى يلحقها مرحله ثانيه، لا كله بينفذ في وقت واحد بحيث ان يبقى العمل كله على التوازي، وضغط البرنامج الزمني بدل ما يكون 6 سنين او 7 سنين يبقى في سنتين فقط. يبقى عايزين بيتكلم في ان خلال سنتين سيضاف للرقعة الزراعية في مصر حوالي 2 مليون فدان، منهم في محور الضبعة ومحور شمال سيناء منطقة توشكا، نتكلم في حوالي 2 مليون فدان يضاف للرقعة الزراعية خلال سنتين فقط، ودي أول مرة تحصل في دعم القطاع الزراعي عموما في مصر. ومصر والقطاع الزراعي عموما لازم يتوقف عن العمل خلال انا بس عايز اسال سؤال، يعني حضرتك قلت لي 2 مليون فدان هتزيد للرقعة الزراعية في مصر، يعني هتكفينا ذاتيا من الحاصلات الزراعية كمصريين بنسبة قد ايه تقريبا يا فندم؟ انت حضرتك بنسبة 30% تقريبا، يعني 30% انت بتضيفي الرقعة الزراعية مساحة جديدة خالص بنسبة 30% بنسبة 30%. اذا ده هيساهم في تحقيق الامن الغذائي، هيساهم في سد الفجوات الغذائيه بدرجه كبيره، ممكن يزود لنا بعض المحاصيل اللي هي بتصدر او فيها فائض للتصدير. لا المشروع يعني سنتين في
ان اضافه 2 مليون فدان دول يعملوا نقله كبيره جدا في بكل تاكيد توفير صحيح توفير الخضروات وتوفير الغذاء وتوفير احنا عندنا مشكله وصناعات وغيره. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور نعيم مصلحي مستشار وزير الزراعه للاستصلاح الزراعي والتوسع الافقي. مشاهدينا برنامج اليوم مكمل معكم بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. برحب بحضراتكم من جديد في اليوم لأهم وآخر الأخبار. هنروح مع بعض علشان نتابع يعني في إطار طبعا متابعتنا لمبادرة حياة كريمة اللي بيرعاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار هذا المشروع القومي لتطوير القرى المصرية. هذه المبادرة التي تحولت لمشروع قومي، هذه المبادرة اللي بدأت في 2019 لتغيير وجه الريف المصري. كل يوم في جديد في الحقيقة بالنسبة للمشروعات، البرامج اللي بيتم تنفيذها على كل المستويات، في التعليم، الصرف الصحي، الصحة، المرافق، الخدمات، تحسين مستوى معيشة ما يزيد عن 55 مليون مصري في الريف المصري. القيادة السياسية الحقيقة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمام كبير بهذه المبادرة وبمشاريعها بشكل خاص من أول يوم، زي ما قلت لحضراتكم، بداية من جعلها من مبادرة إلى مشروع قومي. تم تدليل كافة العقبات للإسراع في تنفيذ كل هذه المشروعات المستهدفة خلال 3 سنين فقط لتغيير شكل الريف المصري كله. تعالوا نتعرف على تفاصيل أكتر، تفاصيل جديدة عن مبادرة حياة كريمة من خلال ضيفتنا اللي مشرفانا هاتفيا، الأستاذة آية عمر، رئيس مجلس أمناء ومؤسسة حياة كريمة. برحب بحضرتك يا فندم، و كل سنة وحضرتك طيبة في البداية. وإيه وجه الاختلاف بقى، اختلاف مبادرة حياة كريمة عن أي مبادرة أخرى بتهدف لتنمية الإنسان؟ إيه الفرق ما بين حياة كريمة والمبادرات اللي طرحت قبل كده؟ في البداية مساء الخير أستاذة دينا، برحب بيكي طبعا وكل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها بألف خير. الحقيقة طبعا مبادرة حياة كريمة مبادرة تراسخ مرحلة جديدة في المجال التنموي في مصر بشكل عام، وبتنير كافة أعمدة التنمية المستدامة في محاورها لتناغمها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث تم إدراج المبادرة ضمن منصة شراكات الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤخرا طبعا. كما أن هي زي ما حضرتك قلتي في بداية الحديث أن هي أطلقت كمشروع قومي في يناير 2021 الماضي من قبل رئاسة الوزراء، وده كان بناء على توصيات الشباب في مؤتمر الوطن السابع للشباب في عام 2019 بحضور السيد رئيس الجمهورية، وده أدى إلى الإعفاء من كافة التراخيص والإجراءات والتصاريح والرسوم، مما سيسرع وتيرة التنفيذ في المبادرة. غير طبعا بعض طب ودي نقطة الحقيقة أستاذة آية، معلش أنا لازم أقف عندها، إشمعنى المبادرة دي تحديدا اللي يعني العالم أخذ باله منها وبنلاقيها متواجدة يعني في أروقة الاتحاد الأوروبي وترحيب بهذه المبادرة، وبنشوف يعني تعليقات كمان من الصحافة الدولية والأمم المتحدة عليها، ليه المبادرة دي تحديدا؟ المبادرة بتشمل في محاورها كافة محاور التنمية المستدامة للإنسان نفسه، سواء على المحور على المستوى الخدمي أو على المستوى الإنساني، فهي شملت كافة المحاور التي تهدف إلى التنمية المستدامة، زي إن احنا أخذنا كل المحاور الخاصة بالبنية التحتية، كافة المحاور الخاصة بسكن كريم والتدخلات الاجتماعية، زي إن احنا أخذنا محور التمكين الاقتصادي الذي يشمل إن الإنسان بعد كده يعيش حياة كريمة وقادر إن هو يقوم ب يعني تكفية نفسه وأهله على المستوى الاقتصادي، بان هو يكون ليه مشروع ذات عائد اقتصادي. بتشمل محور الصحه من بناء مستشفيات ومراكز ووحدات صحيه، من اعداد قوائم طبيه في كافه التخصصات، من الحفاظ على ان احنا نقوم بتخصصات طبيه حسب الخرائط الوبائيه في كل محافظه، طبعا بجانب محور التعليم ومن انشاء ورفع كفاءه المدارس وتقليل كثافه الفصول في المدارس. يعني هي يعني المبادره بتشمل تنميه الانسان في كافه المحاور له، فبيحيا الانسان حياه كريمه من خلال هذه المبادره، وده لم يكن قبل كده. يعني كانت الجهود دائما مشتته في بعض المجالات التنمويه، وكان الجهود غير موحده. في هذه المبادره تم توحيد الجهود لعدد اكثر من
24 وزارة وهيئة ومؤسسة حياة كريمة، بجانب 23 منظمة مجتمع مدني، بجانب القطاع الخاص والشركات. فهي مبادرة تشمل بتحتوي كافة عناصر الدولة. صحيح. وده أول. بشكرك شكرا جزيلا أستاذة آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة. الحقيقة المبادرة مبادرة كريمة، بتشمل زي ما حضرتك قلتي يعني كافة جوانب الحياة، يعني عشان كده يعني أعتقد أن العالم كله يعني نظر إليها نظرة مختلفة، اهتم بيها بشكل مختلف. احنا بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامج اليوم. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.